يورجن كلوب مدرب ليفربول واللعيبه وبينه وبين الجماهير، وعمل فرق كبير الحقيقه من ساعه ما تولى مهمه تدريب فريق ليفربول. شايف وجهه نظرك يعني ايه اللي بيفرق يورجن كلوب عن اي مدرب تاني؟ ايه مميزاته عن اي مدرب تاني؟ أعتقد أنه مدرب رائع للبداية كبداية. وهو شديد الحرص بالنسبة للتفاصيل الدقيقة أيضا. ولهذا نرى أنه اختار مدربا فقط للمسات التماس، اختارني كمدرب للمسات التماس فقط. And then he's also a very kind man too. وهو أيضا رجل شديد الطيبة. طيب عايزة أعرف برضو رأيك.